إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ألور في البداية إن شاء الله كنرحب بالجميع. غادي نحاولوا في هذا الفيديو الأول، غادي ننطلقوا على بركة الله، غادي نصحوا الفرض أ، هذا الفرض أ اللي غادي تلقاوه في الجروب واتساب، راه غادي نحطوا لكم في الجروب واتساب. غنحاولوا الشباب غادي نبدا بتمرين جوج، تمرين جوج بان ليا مهم بزاف، التمرين الثاني دونك هو هذا اللي كتشوفوا أمامكم. الور التمرين الاول الثاني عندنا فيه داله اف معرفه على المجال موانزا بلس لانفيني، دونك بحال هكا التعريف ديالها بالداله غادي نكتبها هنا. دونك التعريف نحاول معكم باش تكون الصوره واضحه هكا مزيان. دونك التعريف ديال الداله هي اف دو اكس، هي كتساوي اكس على الجذر ديال واحد زائد اكس، هذه هي مجموعة التعريف ديالها، المجال موانزاب بلس لانفيني مفتوح. الور أول سؤال كيقولو لنا بين أن لا ليميت بلس لانفيني دو اف دو اكس كتساوي بلس لانفيني، دونك السؤال الأول غادي نحاولو نحسبو النهاية بلس لانفيني دو اف دو اكس، دونك غادي تسمحولي نحاول ما أمكن باش نفيكسي مزيان الكاميرا كلشي يقدر يتبع. دونك ليميت هي ليميت x تنفير بلس لانفيني ديال f دو x، هي ليميت x تنفير بلس لانفيني ديال x مقسومة على الجذر كما كتشوفوا ديال واحد زائد x. الور هنا الشباب إلا مشينا حتى عوضنا الفوق عطينا بلس لانفيني وتحت بلس لانفيني فورم انديتيرميني، دونك خصنا نعملو ونحاول نعمل في المقام ب x داخل الجذر. دونك كما كيعرف كل شيء إلا عملنا ب x عطينا عامل الواحد على اكس زائد واحد، دونك هاد اكس ميمكن ليناش نخرجوها من الجذر ولكن يمكن لينا نكتبوها ديال المقام على هاد الشكل، جذر اكس في الجذر ديال واحد على اكس. ها هي قربها باش تشوفوها مزيان تقدرو تبعو معايا، دونك واحد على اكس زائد واحد، وهادي الله يستر عليكم ديال البسط يمكن لينا نكتبوها جذر اكس في جذر اكس كما كتشوفو باش نختازلو. هادي كنعرفوها كتعطينا زيرو، كيبقى لينا جذر اكس على واحد، اذا هي بلس لانفيني. ومن طبيعة الحال خصنا ضروري نديرو التعليل هنايا، التعليل صافي ضروري نكتبو التعليل، لان لا ليميت ديال جذر اكس هي بلس لانفيني، ولا ليميت ديال واحد على جذر على اكس هي زيرو. من بعد كيقولو لنا ادرس الفرعين اللانهائيين، هما طلبو لنا غير لا ليميت في بلس لانفيني، ولكن في الدراسة ديال هادي غادي ندرسو الفرعين اللانهائيين، دونك هذا هو السؤال أ. ألور كنمشيو لبي دراسة الفرعين، ما فيها باس عندنا ليميت هي ليميت اكس تنفير بلس لانفيني اف دو اكس كما كتشوفوا لقيناها بلس لانفيني، خصنا نقولوا لنحسب نمشيو نحسبوا شنو غنحسبوا الشباب، غنحسبوا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني كلشي عارف ديال اف دو اكس انا اكس، اذا هي ليميت اكس تنفير بلس لانفيني غنكتب اف دو اكس هي اكس مقسومه على جذر دو واحد زائد اكس، وعوض نقسم على اكس غنضرب في واحد على اكس، باش كما كتشوف هاد اكس هذا وهاد اكس هذا غيتختزل، وغادي تبقى لينا هي ليميت اكس تنفير بلس لانفيني واحد على الجذر ديال واحد زائد اكس، اذا هذه الشباب اللي كتساوي زيرو، وكلشي عنده هاد الخطاطه هادي وكيقدر انه انطلاقا من الخطاطه يوصل لان الفرع اللانهائي غيقول اذا سي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه او اكس، او اكس هو الشباب محور الافاصيل بجوار بلس لانفيني، نفس الطريقة لأنهم قالوا لنا الفرعين اللانهائيين إذا كنقصدوا لنا تف اليمين ديال ناقص واحد خصنا نكتبو اليمين ناقص واحد، لأن تا هي الشباب راها محدة، دونك هي ليميت اكس تنفير موان زان بلس ديال اكس مقسومة على الجذر ديال واحد زايد اكس، كنكتب شوية معذب تحاولوا تصبروا معايا. دونك الفوق غادي تعطينا الشباب موانزا، والتحت الى عوضنا غيعطينا زيرو بالضبط زيرو بلس لان عندنا الجذر، دونك يعطينا موان لانفيني. وكما كنقول لكم دائما ان هذا الكتاب هذا راه ما خصهاش تكتب، خصك تجي وتكتب لان ليميت موانزا بلس موانزا بلس ديال الجذر ان بلس اكس هذه راه كتساوي زيرو بلس. دونك الشباب الى عطاتنا موان لانفيني في هذه الحاله هذه نقول بانه عندنا مقارب، غنقول لهذه اذا اكس يساوي ناقص واحد فهو مقارب، فهو كما كتشوفوا مقارب عمودي لمنحنى السي اف على اليمين، ما كنقولوش من طبيعه الحال
بجوار. يعني هذه كناخذ مقارب عمودي على اليمين. من بعد غادي نضعكم في الصوره سؤال الموالي، سؤال اللي هو جوج أ كي تطلبوا مننا غادي نحاول نكتبها هنا. دونك جوج أ كيقولوا لنا نبين ان، هيا غادي نكتبها الشباب، غادي نكتبوا نبين ان اف بريم دو اكس، شحال قالوا لنا خصنا نلقاوها، نكتبها هنا. دونك غنبين ان اف بريم دو اكس كتساوي اكس زائد جوج، اكس زائد جوج مقسومه على جوج مجردة ديال واحد زائد اكس اس ثلاثة، ديال واحد زائد اكس الكل اس ثلاثة. دونك خصنا نبينو هادي، غنطلقو من اف دو اكس نديرو البريم. الوغ اف بريم دو اكس هي داك اللولة، اكس هي هادي اللي كنشوفو قدامنا الله يسرها لكم. دونك هذا هو التمرين. دونك عندنا هي اكس على واحد زائد اكس على واحد زائد اكس الجذر بحال هكا، هادي كلها غنديرو لها بريم. اذا كلشي عارف القاعدة هنا، راه كتساوي لينا اكس بريم في الجذر دو واحد زائد اكس ناقص اكس في الجذر دو واحد زائد اكس لو تو بريم. هادشي كامل الشباب كنقسموه على الجذر دو واحد زائد اكس او كاري، كنخليوها بأو كاري. من بعد كنحاولو نحسبو. دونك هادي بريم كتعطينا واحد، ضربها في الجذر اذا هي كيبقى لينا غير الجذر دو واحد زائد اكس قسمها هو الكسر ناقص اكس في البريم ديال هادي هي واحد زائد اكس بريم اللي هي واحد على جوج الجذر دو واحد زائد اكس، وهاد قسم على الجذر دو واحد زائد اكس او كاري. دونك هاد اكس هو غادي يجي لهنا وغنوحدو المقام من فوق، وهاداك واحد زائد اكس كاري اللي غنقسمو عليه غنضربو في المقلوب ديالو هنايا، واحد على الجذر دو واحد زائد اكس لو تو كاري. دونك شنو غادي يعطيني إذا ضربنا هادي في هادي؟ يعطينا جوج، الجذر في الجذر غيمشي غيبقى واحد زائد اكس ناقص اكس، من طبيعة الحال مقسوم على داك جوج الجذر دو واحد زائد اكس. يعني شنو درنا الشباب؟ حاولنا أننا نوحدو المقام. داكور، ألور تابع معايا، نحاولو نحسبو الله يستر عليك. جوج في واحد جوج، جوج في اكس جوج اكس، هاد جوج اكس إلا نقص منها اكس غيبقى لك اكس مقسوم، وزيد عليها عفوا جوج منساوهاش، مقسوم على جوج الجذر دو واحد زائد اكس في الجذر دو واحد زائد اكس أو كاري هي الجذر دو واحد زائد اكس الكل أس ثلاثة. دونك الشباب هادي هي اف بريم دو اكس المطلوبة. داكور، من بعد هاد اف بريم كيقولو لنا السؤال بي استغفر الله. دونك يقولوا لنا السؤال بين نديرو جدول التغيرات. اذا جدول التغيرات يقتصر على دراسه اشاره اف بريم دو اكس. كما كتشوفوا المقام ديال اف بريم فهو موجب، اذا اشاره اف بريم هي نفسه اشاره اكس زائد جوج. اشاره اف بريم هي الاشاره اكس زائد جوج. هذه الاشاره اكس زائد جوج فين غنديرو؟ غندير واحد جدول صغير هنا ما فيها باس، نديرو بحال هكا. شوفي في غير الاشاره ديال اكس زائد جوج في المجال الموالي بلس لانفين. الوغ حنا كنعرفو هاد اكس زائد جوج في المجال الموالي بلس لانفين راها موجبة، وهي في الحقيقة راه كنعادل في ناقص جوج، على اليمين ناقص جوج موجبة، حنايا ناقص جوج كاينة هنا دونك إلي بوزيتيف ديما. الوغ جدول التغيرات غادي يكون عندنا بحال هكا الإخوان. دونك اف بريم دو اكس المجال هو موانزا، غنديرو جوج شريطات لأنه مفتوح، جوسكا بلس لانفين مفتوح لان الجذر في المقام كيجعلنا نقولو اكبر قطعا. هنا اف دو اكس الور غادي يكون هنا موجب، داكور، الا كان الشباب موجب غادي يكون هنا الداله التزايديه. لا ليميت بلس لانفين راه ديجا لقيناها بلس لانفيني، هنا لا ليميت في موانزا بلس راه لقيناها موان لانفيني. دونك هما لي ليميت هما هادو، هو الجدول كتشوفه. دونك هذا هو جدول التغيرات ديالنا. دونك هذا هو المطلوب. من بعد في جدول التغيرات سؤال السي كيجي واحد سؤال السي كيطلبوا لينا هنا في سؤال السي يقولوا لنا حدد اف ديال الصوره ديال المجال صفر واحد. بما ان الداله تزايديه كما كتعرفوا كنديروا الصوره ديال زيرو الصوره ديال واحد، صافي بحال هكا. دونك شنو عاد تعطينا الله يستر عليكم؟ الصوره ديال زيرو كنرجعوا نحسبوها في الداله كتعطينا زيرو، وديما خصها تكون الدالة مكتوبة عندك فريقة قدامك وانت متبع معايا. والصورة دو واحد الشباب كتعطيك واحد على جذر مربع جوج اللي يمكن لينا نكتبوها زيرو، وغادي نكتبوها جذر جوج على جوج تقريبا صفر صفر سبعة، صفر صفر سبعة تقريبا، لأن جذر جوج على جوج تقريبا كتساوي صفر فاصلة فاصلة سبعة. داكور، ألور
سؤال الدي، نشوفوا الدي هنايا. لا ما يخدمناش الدي هنا، دونك نحاولوا نشوفوا الدي هنايا الشباب. انا غادي نكتب الدي، دونك الدي كيقولوا لنا نبينوا، هذا غير الحساب ساهل، نبين ان اف دو اكس هي ناقص اكس. قال لك خصنا نلقاو هاد اف دو اكس ناقص اكس، نشوفوا شنو قالوا لنا خصها تساوي. ها هي جبد لينا مزيان، دونك اف دو اكس ناقص اكس خصها تكون كتساوي، قال لك ناقص اكس كاري مقسومه على الجذر ديال واحد زائد اكس عامل واحد زائد الجذر ديال واحد زائد اكس. قالوا لنا هذه هي اف دو اكس اللي خصنا نلقاو ناقص اكس. من طبيعه الحال باش نديروا بها الوضع النسبي في السؤال او اللي جاي من بعد، دونك حنا ما تنهمناش، خصنا نبدا نحسبوا اف دو اكس ناقص اكس هي اكس على الجذر ديال واحد زائد اكس ناقص اكس. ملي كنبغيو نوحدوا المقام، المقام الموحد هو الجذر ديال واحد زائد اكس، هنا اكس ناقص اكس الجذر ديال واحد زائد اكس. من بعد كنحاولوا نعملوا بواحد الاكس ها في البسط، نعملوا باكس هو اكس عامل الواحد ناقص الجذر ديال واحد زائد اكس مقسومه على الجذر ديال واحد زائد اكس. اذا ما هو مطلوب؟ ما هو داكشي اللي وصلنا ليه؟ هو شنو كيبان لنا؟ انه كاين المرافق ديال هذا هنا، نحاولوا نديروا المرافق. دونك غيعطينا اكس المرافق ديال هذا هو واحد كاري ناقص الجذر ديال واحد زائد اكس كاري، والتحت غيعطينا الجذر ديال واحد زائد اكس عامل المرافق ديال البسط عفوا هو واحد زائد الجذر ديال واحد زائد اكس بحال هكا. دونك ها هو صافي، هو باين ها. اذا من بعد كيعطينا اكس عامل هذه هي واحد ها هي ناقص ناقص، غنحاولوا نزولوا داك الجذر، ما نزولوا الجذر من طبيعه الحال الناقص كيدخل على هادو بجوج، على الواحد ولا اكس كيدخل عليهم، كيعطينا ناقص واحد ناقص اكس مقسومه على الجذر ديال واحد زائد اكس عامل الواحد زائد الجذر ديال واحد زائد اكس. اما كنشوفوا واحد كيمشي مع واحد، كيبقى لنا اكس في ناقص اكس هي ناقص اكس وكاري، هذا الاوكاري راه ما دخلش مع الناقص، هنا الجذر ديال واحد زائد اكس عامل الواحد زائد الجذر ديال واحد زائد اكس الاخر. دونك هذه هي اف دو اكس موان اكس. من بعد السؤال او او كيقول لنا استنتج ان اف دو اكس صغر من اكس. نعم باينه، لان الا لاحظتوا هنا في الاستنتاج كيفاش غادي نقدروا نديروا، لاحظوا معايا الاستنتاج ساهل بزاف. اشنو نقدروا نديروا الاخوان؟ غنقولوا هذه هي اف دو اكس ناقص اكس، هي نكتبها هنا اف دو اكس ناقص اكس صافي. دونك الا كانت هذه هي اف دو اكس ناقص اكس، لاحظوا معايا عندنا هذا ناقص اكس او كاري اصغر من صفر صافي، وعندنا الجذر ديال واحد زائد اكس اكبر من صفر، وواحد زائد الجذر ديال واحد زائد اكس حتى هو اكبر من صفر. اذا كل شيء موجب الا ناقص اكس كاري، ومنه يمكن لنا نقولوا بان اف دو اكس ناقص اكس فهو سالب اصغر من صفر، اي الشباب ان اف دو اكس هي اف دو اكس مالها اصغر من اكس، وهذا الشيء اللي طلبوا لنا. قال لك ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى السائف والمستقيم دي. الو الوضع النسبي، الوضع النسبي غنقولوا بما ان اف دو اكس اصغر من اكس فان سي اف منحنى بطبيعه الحال يوجد تحت المستقيم دلتا صافي. من بعد كيقول لنا سؤال اف انشئ المستقيم دي والمنحنى سي اف. اذا لانشاء المستقيم دي والمنحنى سي اف، حنا بحال غادي ننشئوا المنحنى، اول حاجه كنحاولوا ننشئوا المعلم كما كنعرفوا دائما، كنديروا المعلم ديالنا او اي جي هو الاخوان باش يبان لينا مزيان. دونك كنديروا المعلم او اي جي صافي. مستقيم دلتا هو ايكغيك يساوي اكس ولا دي، تسماوه هما دي ماشي مشكل، هو هو دي بحال بحال. ايكغيك يساوي اكس كيدوز من 0 0 1 1، دونك هو المستقيم وهذا دي. المنحنى يوجد تحت المستقيم، وحنا شنو عندنا؟ عندنا واحد الفرع شرجمي في اتجاه او اكس، عندنا واحد المقارب عمودي ايكغيك يساوي اكس يساوي ناقص واحد، دونك ها ناقص واحد، هذا الشباب هو اكس يساوي ناقص واحد على اليمين، اما غيكون هنا او هنا، لكن ما كتعرفوا كريتكم بان الداله التزايديه يكون هنا والداله التناقصيه تكون هنايا، اذا هذه هي الداله التزايديه، دونك غيبدا من هنا، هذا ما كاينش، يمشي فرشة الجميع في اتجاه او اكس، اذا يمشي بحال هكا اما هنا اما هنا ما عرفناش، ولكن خصنا بطبيعه الحال نشوف واحد الحل ديال المعادله اف دو اكس يساوي زيرو. الى قدينا بطبيعه الحال كنقدو نحلو معادله اف دو اكس يساوي زيرو، لان ما ننساوش ان اف دو اكس ديالنا هي هذه، راه حنا حفظناها، هي اكس على الجذر ديال واحد زائد اكس.
الا بغيت دير التقاطع مع محور الفاصل كتحل المعادله في ديك تساوي زيرو، دونك غدير البسط يساوي زيرو كتعطيك التقاطع كاين هنا صافي، كاين في اصل المعلم اف دو زيرو هي زيرو، يعني المنحنى كيدوز من هنا صافي، ملي كيدوز من هنا ما فيها بس تقدر دير شي صوره د واحد صفر سبعه راه ديجا درناها قبيله في المجال زيرو واحد لقى النقطه الثانيه، يعني لابد من الاستعانه بشي صوره، بغيت صوره جوج صوره ثلاثه اللي بغيت، المهم استعانه بصوره باش انه كدير يجي المنحنى ديالك كثر، دونك هو هذا، وهنا بطبيعه الحال كيمشي بحال هكا، والمستقيم ديالنا الدي يمكن لينا نزيدو نطولو هنايا بحال هكا، اش كيبان لينا؟ بان المستقيم الدي راه يوجد فوق المنحنى، بمعنى ان المنحنى يوجد تحت المستقيم، وكنرسمو هذا ونكتبو عليه الشباب، سي دو اف ديالنا، دونك المنحنى ديالنا عباره عن دالة تزايدية، هذا هو المنحنى سي اف، لان من داك لي زيتاب باش كنرسمو المنحنى كاين عندنا غير دو زيتاب هنايا، تروا باردون تروا، عندنا واحد المستقيم في مع الوضع النسبي هو دلتا، عندنا فرشة الجميع في اتجاه او اكس، وعندنا واحد المقارب عمودي، داكور؟ الوغ كنمشيو الاخوان للسؤال ثلاثة، فيها باس غادي ندوزو السؤال الثالث، دونك غادي نقرا لكم السؤال ثلاثة، غادي تحاولوا تتبعوا معايا هنا، السؤال ثلاثة، نتمنى أن الصورة تكون واضحة والصوت يكون واضح، ومن طبيعة الحال إلا كانت شي حاجة ماشي هي هذيك، نتمنى أن تقبلوا منا هذه الخدمة هذه. لأن غتكون أحسن من أنكم تشوف الحل مباشرة وصافي. سؤال ثلاثة الإخوان كيقولوا لنا بين أن إف تقبل دالة عكسية على مجالين جي يجب تحديدهم، دونك حنا ديجا عندنا جدول التغيرات وعندنا كل شيء، نقدروا نقولوا هنا بما أنه عندنا المنحنى، بما أن إف متصلة راه عندنا متصلة في المنحنى وتزايدية قطعا، هادو جوج شروط كافيين ها على إي، ديك إي ديالنا الشباب راه هي موانزان بلس لانفيني مجموعة التعريف ديالنا اللي خدامين فيها، فإن إف هيا نقرب لكم شوية، فإن إف من طبيعة الحال تقبل دالة عكسية، هاد الدالة العكسية معرفة على باش ما ندوخوش معرفة على جي، جي هو الصورة دي إيه، أنا غادي نوريكم الصورة كيفاش غادي نديرو ليها، كنرجعو للشباب جدول التغيرات ديالنا هو نوريكم الجدول هو هذا اللي كنا حصلنا عليه. هادي هي موانزان بلس لانفيني، الصورة ديالها كما كتشوفوا هي موان لانفيني بلس لانفيني، إذا ديريكتومون غادي نكتب جي هي موان لانفيني بلس لانفيني، يعني أن الدالة العكسية معرفة على إف كلها. سؤال بي الإخوان هذا دونك 3 أ، هذا 3 أ، سؤال بي سمعوا معايا شنو كيقولوا لكم، كيقولوا لكم غتحسبوا احسب ها هو احسب كتبوا احسب إف موانزان بريم ديال واحد على جذر جوج، وهنا دي واحد على جذر جوج حنا حسبناه ولكن هما خافوا بالي نساوه، قال لك لاحظ ان صافي هذه مهمه جدا، لاحظ ان اف دو واحد كتساوي واحد على جذر جوج، دونك الله يسر عليكم هنا باش نذكروا الداله مزيان، الور اف موانزان بريم ديال واحد على جذر جوج كلشي عارفها هي واحد على اف بريم ديال اف موانزان ديال واحد على جذر جوج، داكور؟ دونك هاد اف موانزان دو واحد على جذر جوج شوفوها مزيان هنا راه هي واحد، لان اف دو واحد كتساوي واحد على جذر جوج، استدر اف موانزان دو واحد على جذر جوج هي واحد، اذا ما فيها باس ندير واحد على اف بريم بحال هكا، وهذه الله يستر عليك اللي غادي ندور لك عليها بالحمار تشوفها معايا مزيان اللي هي هذه، ها هي الاف بريم ديالها هي واحد، اذا ما فيها باس كنرجعوا الشباب الاف بريم دو اكس اللي كنا حسبناها قبيلات، ها هي غنوريكم فين حسبناها، هي هذه فوق الجدول، كنا حسبنا ديجا اف بريم دو اكس ها هي كما كتشوفوها اكس زائد جوج على جوج جذر واحد زائد اكس الكل اس 3، وما فيها باس هنايا نحسب اف بريم ديال واحد، واحد زائد جوج هي 3 باش تشوفوها قدامكم كتحسب، هنا واحد زائد واحد هي جوج، اذا جوج جذر مربع ديال من الشباب ديال جوج اس 3، جوج اس 3 كما كنعرفوها جوج اس 3 هي 8، والجذر 8 هو جوج جذر جوج، اذا هذه هي 8 وهذا عطينا الجذر ديالها هو جوج جذر جوج، غيخرج غيلقى هاد جوج هنا وغتصبح لك في النهاية 3 على 4 جذر جوج، بغيت تخليها بحال هكا مزيان خليوها خليوها، إذا هي 1 على 3 على 4 جذر جوج، من بعد غنديروا لها المقلوب ونحصل على 4 جذر جوج على 3، دونك هذه هي إف موانزا بريم. ألور من بعد الإخوان في السي كيقولوا لنا أنشئ المنحنى سي إف موانزا، منحنى سي إف موانزا. شوفوا معايا مزيان هنا مزيان انه هاد دي طلع لينا هو المنصف الاول، هذا طلع لنا هو المنصف الاول، اذا لانشاء المنحنى سي اف موانزا غنديروا المماثل لهذا، المماثل سهل بزاف، دونك هذا الا لاحظتوا اكس يساوي موانزا غيكون المماثل ديالو هو ايكغيك يساوي موانزا، لاننا نستبدلوا اكس بايكغيك وايكغيك باكس، وغادي نجيو غادي نرسموا واحد المستقيم بالخضر الله يستر عليكم هما، تبعوا معايا مزيان لي زيتاب خصكم تبعوهم، علاش؟ لان هذه سي اف عنده مقارب عمودي
هذا غيكون الشباب هو y ايتيغال موان ز، غيكون في هذه الجهه مقارب افقي. هنا غيبدا المنحنى، بما ان المنحنى كيدوز من او، فاو عند الاحداثيات 0 0 والممثله ديالها هي نفسها، غيدوز عاود من او هذا من هنا صافي، وغادي يكون هذا عنده فرع شجره جميل في اتجاه او اكس، الاخر غيكون عنده هنا في هذه الجهه فرع شجره جميل في اتجاه او y. غنحاول نرسمه بالخضر باش يبان لكم مزيان. دونك غادي يكون الممثل ديالو هو هذا، غيمشي في فرع شجره جميل، وهذا غادي يكون بحال هكا مقارب، وهذا اللي رسمناه هو سي اف موان ز. وما فيها باس الا بغيت انك تاخذ واحد النقطه واحد النقطه من هنا ودير الممثلات ديالهم بالمسطره داكور، باش انه كيجيك المنحنى ماشي 100% مضبوط 100%، ولكن نسبيا اقل نسبه ديال الخطا. دونك احنا رجعنا، هذا هو المنحنى سي اف موان ز صافي. من طبيعه الحال الاخوان غادي ندوزو، نتمنى ان الانقطاع دي تكون مفهومه، لان كنت قلت لكم بانه عندما نريد رسم المنحنى السائف موان ز نستبدل اكس بإيكغيك ونستبدل إيكغيك بإكس. دونك هذه الطريقه باش كنرسموا المنحنى. كنمشيو الاخوان لواحد السؤال اربعه، هنا السؤال الرابع، دونك باش كيعطيونا داله او عفوا متتاليه، باردون، كيعطيونا واحد المتتاليه هي اي زيرو كتساوي واحد على جوج. انا اتسارع مع الوقت باش انني ما نفتلكش نص ساعه في هذا التمرين، الله يستر لي. هنا ان بلس ان كتساوي اف ديال ان، يعني متتاليه مرتبطه بالداله. الوغ الى خدينا لابارتي ا، سؤال ا كيقول لنا نبين ان ان محصوره بين زيرو واحد، دونك هذه باش ما نكتبوش بزاف باينه، من اجل ان يساوي زيرو لدينا كما كتشوفوا قدامكم ان اي زيرو كتساوي واحد على جوج. اذا اي زيرو ها هي اي زيرو محصوره بين واحد وزيرو، فهي عباره صحيحه. كما كتعرفوا الاخوان كنفترضوا ان السؤال ديالنا يو ان محصوره بين زيرو وواحد، ونمشيو نبينو ان يو ان زائد واحد محصوره بين زيرو وواحد. دونك ملي كنقول نفترض نبين، فهنا كنلقاو بان ديجا عندنا الداله، كنرجعوا للافتراض، لدينا يو ان محصوره بين زيرو وواحد واف تزايديه، هادشي اللي كنديرو. من بعد كندخلو اف على كل شيء، اف زيرو اف ديال يو ان داكور، وهنا كنديرو اف ديال واحد. دونك اف ديال يو ان هي يو ان بلس ان، اف ديال زيرو هي زيرو، و اف د واحد راه لقيناها واحد على جذر جوج اللي بدورها اصغر من واحد بتوسيع المجال. وغنقول وبالتالي فانه فعلا يو ان زائد واحد محصوره بين صفر وواحد، اي حسب مبدا الترجع فاننا وصلنا للسؤال ديالنا. السؤال بي كيقول لنا بين ان يو ان تناقصيه، اذا الى لاحظنا فالتناقصيه لدينا غنحطو اف دو اكس اصغر من اكس، ومنه غنلقاو بان اف الشباب ديال يو ان تا هي اصغر من يو ان. علاش؟ لان الداله اف تزايديه، واخا كندخلوها ما كيتبدلش الرمز. ماذا يعني اف دو ان اصغر من يو ان؟ فهذا يعني الاخوان ان المتتاليه يو ان زائد واحد، ان اف دو ان هي يو ان زائد واحد صغر من يو ان، المتتاليه يو ان تناقصيه صافي. استنتجت في السي انها متقاربه، دونك كنعرفوا بما ان المتتاليه يو ان تناقصيه ومصغوره باش مصغوره بالعدد صفر فهي متقاربه. اذا هنا المتتاليه ديالنا متقاربه، اش كيعني هذا؟ بانها تقبل نهايه محدده، دونك متتاليه متقاربه عندها نهايه. سمحوا لي غادي ندوزو دابا نشوفوا كيفاش غادي نحصلوا على النهاية ديال المتتالية يو ان ديالنا. دونك كيفاش غادي نوصلوا لا ليميت ديال يو ان الاخوان؟ غادي نحاولوا نشوفوا السؤال دي. دونك دي اش كيقول لنا؟ الله يستر عليكم. دي كيقول لنا النهاية ديال يو ان، نهاية يو ان، في النهاية يو ان كنزلوا خمسة شروط. في المجال اي عندنا دونك هو زيرو واحد، لان هي فين؟ علاش؟ لان يو ان محصورة بين صفر وواحد قطعا، اذا هذا هو المجال اي ديالنا. دونك اف عندنا حسب الاسئله السابقه انها متصله على مجموعه التعريف كلها، اذا فهي متصله على المجال صفر واحد، هذا اللي مهم. الثانيه ان الصوره ديال المجال صفر واحد راه لقيناها ضمن، يعني لقينا هي صفر واحد على جذر جوج، دونك راها ضمن صفر واحد. يو ان عندنا متقاربه، هادو كلهم عندنا لدينا. يو زيرو هي واحد على جوج فهي كتنتمي المجال صفر واحد اللي هو اي، ثم يو ان زائد واحد ها هي يو ان زائد واحد كتساوي اف ديال يو ان.
إذن هادو كلهم كيخليونا باش نقولوا نهاية المتتالية إن هي حل للمعادلة. شكون هاد المعادلة؟ f دو x تساوي x. إذن إما نحل المعادلة، باش نحل المعادلة، أو كنقولوا بما أن f ديال زيرو شحال كتساوي زيرو، فإن x يساوي صفر، يعني هو الحل ديال المعادلة. إما هكا إما هكا، صافي. لو حليت المعادلة عاود نلقى x يساوي زيرو، هادو واحد المقام وصل نفس الحلول. وبالتالي إلا كان هادشي فإن راليميت ديال إن بطبيعة الحال كتساوي صفر، وإن عندنا تا توجور كيمشي بلوس لانفيني. دونك هادي أو هذا هو السؤال دي 4 دي. دونك خمسة عطاونا واحد الدالة، الله يستر عليك، شنو هي؟ هي الدالة جي دو إكس كتساوي، ها هو السؤال خمسة كنكتبوه، إكس زائد جوج مقسومة على الجذر ديال واحد زائد إكس أس ثلاثة. وهذه من كسبناها راه خصنا نعقلو عليها، هادي يلاه شفناها هي إف بريم، وهنا زائد سينوس إكس زائد جوج إكس أس ربعة. وقال لي في السؤال أ حدد الدوال الأصلية للجي. شوف باش نحدد الدوال الأصلية للجي خصني أنا أول رومارك خصني كلشي يديرها، وهي هادي الشباب راه هي إف بريم دو إكس قبيلة شفناها، يعني الدالة الأصلية هذه اللي دورت عليها بالحمر هي إف دو إكس، والسينوس راه في الدائرة المثلثية اللي هي هذه، فكنعرفوا الدالة الأصلية هذه الكوس وهذه السين، وهذه موان كوس وهذه موان سين، كنعرفوها لأن قلت لكم الاشتقاق كنديروا في هذا المنحة الأصلية كيكون في المنحة المعاكس، وهذه كنعرفوها الشباب، كنزيدوا في الأس واحد وكنقسموا عليه. دونك يمكن لينا نديروا جي دو إكس، ها هي هذه هي إف دو إكس الأصلية ديالها صافي، ناقص الكوس اكس لان الاصليه ديال السينوس هي ناقص كوسينوس، زائد جوج اكس اس خمسه مقسومه على خمسه زائد سين. ما فيها باس نجيو دابا ونعوضوا اف دو اكس بالقيمه ديالها اللي هي اكس مقسومه على الجذر ديال واحد زائد اكس ناقص الكوس اكس زائد جوج اكس اس خمسه مقسومه الشباب على خمسه زائد سين. هذه هي الداله الاصليه ديال جي دو اكس. من بعد هذه الدوال فيها السين، من بعد كيقولوا لي حدد الداله الاصليه. نحدد من بعد سؤال بي باش نختموا به التمرين، نحدد جي دو اكس، قالوا لنا حيث ماذا؟ حيث جي ديال زيرو كيساوي واحد، حيث جي زيرو هو واحد. اذا الا كان جي زيرو يساوي واحد كنكتبوها ديريكتومون، ها هي الشباب جي ديال زيرو يساوي واحد يكافئ، كنجيو هنا نعوضوا اكس بزيرو، هذه كلها كتعطينا زيرو، ناقص الكوس زيرو هو واحد، زائد زيرو أس خمسة هو زيرو ضربها في جوج قسمها على خمسة زيرو، زائد سي شحال كيساوي؟ واحد. دونك هانتوما الشباب شنو عطانا؟ عطانا ناقص واحد زائد سي يساوي واحد، رد واحد لهنا كيعطيك سي يساوي جوج. إذا إلا كان سي يساوي جوج كنرجعو لهنا كنعوضو لا فالور ديال سي كما كتشوفوا، ونحصل على جي دو إكس. هي شنو غتكون جي دو إكس في النهاية؟ في النهاية نحصل على جي دو إكس هي هادي، الله يستر عليك. عطينا جي دو إكس كتساوي إكس على الجذر دو واحد زائد اكس ناقص الكوس اكس زائد جوج اكس اس خمسة على خمسة، ومن طبيعة الحال عوض زائد سي، غنديرو هنا زائد جوج زائد جوج. دونك هذه هي جي دو اكس، هي الدالة الأصلية ديالنا، داكور. دونك احنا الشباب كملنا التمرين الثاني بتوفيق من الله، ونتمنى أنه يكون الأمور كلها مزيان، نتمنى أنه تتبعوا التمرين وتفهموا مزيان، وغتكون إفادة أنا متأكد، وغادي ندوزو عوض التمرين آخر.